اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا الشقيقين لكي تتكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري والتعاون بل والشراكة الاستثمارية في كافة الأنشطة الاقتصادية. ولعلكم تتفقون معي على أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة، حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها علينا أزمتين عالميتين متزامنتين. تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة كوفيد-19 التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020 وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات المديونية. ثم تأتي الأزمة العالمية الثانية المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي مزيد من التداعيات والتبعيات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، حتى أن وكالة فيتش قد قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في بلاد يقدر بنحو 4.1%. وللمرة الأولى منذ عقود عديدة أصبح التضخم خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، وانتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب إلى جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح واقعها الإنساني أشد وطأة خاصة على الفئات الأكثر ضعفا في العالم. السيدات والسادة الحضور، رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية كما تفعل بلدان عدة الآن ومن بينها مصر، إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كاف لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيد من الزخم الإيجابي. والثابت هنا أن علينا تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم يأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لبلادنا واستكشاف إمكانات غير مطروحة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمي. إننا بحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولا إلى أولا تلبية احتياجات السوق المحلي، ثانيا سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.